بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أئمة هذا البيت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الذي نلتقي في ذكرى وفاته وشهادته في 25 من هذا الشهر رجب. وعندما ندرس هذا الإمام فإننا نجد أنه ملأ الساحة الإسلامية في مرحلته علماً وفكراً وحركة وروحانية كأبيه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وقد ساهم ذلك في امتداده في الواقع الإسلامي، بحيث أن الناس رجعوا إليه في كل ما يحتاجونه من خصائص الرسالة الإسلامية، وفي كل ما يعيشونه من قضايا. وقد ترك ذلك تأثيراً سلبياً على موقف الخلافة العباسية منه، فقد كان الخليفة العباسي في ذلك الوقت هارون الرشيد، الذي نمي إليه بأن الناس يراجعون الإمام الكاظم عليه السلام كما لو كان هو الخليفة في حقوقهم الشرعية وفي استفتاءاتهم الفقهية وفي استشارته في القضايا السياسية، حتى أن الثائرين على الخلافة كانوا يستهدونه في رأيه حول حركتهم. ولذلك فقد فكر هارون الرشيد أن يعتقل الإمام الكاظم عليه السلام، وهكذا عاش الإمام الكاظم من سجن إلى سجن، وقد ضيق عليه في أكثر هذه السجون حتى استشهد في سجن السندي بن شاهك في بغداد، الذي دس إليه السم بأمر هارون الرشيد.
لقد كانت الخلافة العباسية الظالمة كانت تخشى من هذه الثقة الممتدة في الواقع الإسلامي، كالكثيرين من الطغاة الذين يخافون من القيادات الإسلامية التي تمتد في الوجدان الإسلامي بحيث يعيش الناس الثقة بها والإخلاص لها والسير في قيادتها بعيداً عن أي مطمع وعن أي خوف. ونحن أيها الأحبة عندما نلتزم خط أهل البيت عليهم السلام فيما نعتقده من الالتزام بإمامتهم وبولايتهم، فإننا نعتقد أنهم حجج الله على خلقه وأنهم أمناء الله في خلقه وأنهم الأدلاء على الله، ولذلك فإننا نبقى معهم بالرغم من أنهم ارتفعوا إلى رحاب الله، لأنهم في كل ما قالوه وفي كل ما فعلوه كانوا الأدلاء على الله والهداة للإسلام كله. وقد لقب الإمام الكاظم عليه السلام بكلمة الكاظم لأنه كان الإمام الذي يحبس غيظه فينفتح على من يغيظه وعلى من يسيء إليه ويحاول أن يجتذبه بالخلق الرفيع وبالصدر الواسع وبالروح الطيبة. يذكر في سيرته أن هناك شخصاً في المدينة من الفئة المضادة لأهل البيت عليهم السلام كان يسب الإمام ويشتمه وكان يتحدث عنه بالسوء حتى ضاق به أصحاب الإمام وطلبوا من الإمام أن يأذن لهم في قتله، لأنه بلغ من الإساءة مبلغاً عظيماً وكان الإمام ينهاهم عن ذلك. وفي يوم من الأيام قصد الإمام هذا الشخص في مزرعة له، وعندما دخل الإمام إلى المزرعة ناداه هذا الشخص: لا تتلف علي زرعي، من شدة حقده فلم يكن لديه من اللياقة أن يستقبل الإمام ويرحب به وقد جاء لزيارته، ولكن الإمام تابع كلامه، تابع مسيرته حتى وصل إليه وقال له: كم تؤمل في زرعك؟ قال: لا أعلم.
قال: لم أقل لك كم يخرج زرعك، كم تؤمل؟ قال: 200 دينار. فأخرج الإمام صرة وأعطاه إياها، قال: وهذا زرعك على حاله. وبدأ الإمام يحدثه بكل صدر رحب وبكل أخلاق عالية، فما كان من هذا الشخص إلا أن ودع الإمام بأفضل وداع، ثم جاء إلى المسجد، وكان الإمام قد دخل المسجد، فإذا بهذا الشخص ينادي: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو يقصد الإمام. وقال له أصحابه: ما الذي حدث لك؟ لقد كنت تشتم وتسب وتتكلم بالسوء. قال لهم: هذا لقد تبدل رأيي لما رأيته من هذا الإمام. والتفت الإمام إلى أصحابه فقال لهم: هل أن طريقتي في اجتذاب هذا الشخص أفضل أم طريقتكم التي كنتم تحاولون أن تواجهوه بالعنف أو بالقتل؟ وهكذا كانت سيرة الإمام الكاظم عليه السلام، كما هي سيرة أهل البيت سلام الله عليهم بعد أن مدح الله جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد تحدث الله عن أهل الجنة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا أيها الأحبة هو معنى السير في خط الولاية لأهل البيت، بأن نسير بسيرتهم وأن نتخلق بأخلاقهم، لأنهم ينطلقون في سيرتهم من أصالة الإسلام، وفي أخلاقهم من أخلاق الإسلام. في هذا الموقف أيها الأحبة نريد أن نستهدي الإمام في بعض كلماته الوعظية والعملية، حتى نسترشد به في امتدادات الزمن، لأنه وإن غاب عنا بشخصه ولكنه معنا بعلمه وبكل ثقافته. كان يوصي أولاده ويقول لبعض أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها. كن مع الله في كل ما يرضيه، وابتعد عن كل ما يسخطه، لأنك عبد الله الذي تتمثل عبوديته في إخلاصه لله أن يكون الإنسان الذي يطيع الله فيما أمره به ليفعله، وفيما نهاك عنه ليتركه. يا بني، عليك بالجد، فلا تخرجن نفسك عن حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته. عليك دائما أن لا توحي لنفسك
عندما تقوم ببعض الأعمال العبادية أو غير العبادية مما يرضاه الله أن لا تعتبر نفسك أنك بلغت الدرجة العالية في طاعة الله، بحيث تشعر بأنك وصلت إلى الدرجة العليا في ذلك، بل عليك أن تعتبر أنك مهما فعلت فأنت مقصر. لماذا؟ لأن الله سر وجودك، فكنت عدماً فأوجدك، والله هو سر كل تفاصيل حياتك، فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك أنت بكلك من الله، وفي نعم الله، وفي كل ما يرتبط بحياتك، فكيف يمكن أن تحقق الغاية في عبادتك لله سبحانه وتعالى؟ وإياك والمزاح، لا تكن مزاحا بحيث يغلب المزاح الذي يجتذب ضحك الآخرين، وقد يصل إلى حد يثير السخرية بهم. لك أن تمزح مزحا خفيفا، ولكن عليك أن لا تكون المزاح، فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروءتك، لأنه يجعلك تعيش في حالة من اللغو لا في حالة من الجدية الإيمانية. وإياك والضجر والكسل. إذا انطلقت في عمل أو في علم، فعليك أن تبقي حيوية إرادتك وحيوية إقبالك على ما تعمله أو على ما تتعلمه، ولا تضجر، لأنك إذا ضجرت فإنك لن تحصل من عملك على شيء، ولن تحصل من علمك على شيء. وعليك أن لا تكسل، بل لتكن لك الحيوية التي تجعلك تتجدد كلما انطلقت في العمل وكلما انطلقت في التعلم، فإنهما يمنعانك حظك من الدنيا والآخرة، لأنهما يبتعدان بك عن الاستمرار في عملك فيما تحتاجه في الدنيا أو فيما تقبل عليه من الآخرة. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، في كل ما عمله، وفي كل ما قاله، وفي كل ما تحرك فيه. فإن عمل حسناً استزاد الله، يعني طلب من الله أن يوفقه للزيادة وللأكثر، وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه. أن تكون واعياً لنفسك، واعياً لكل فكر تنتجه في عقلك، وواعياً لكل عاطفة ينبض بها قلبك، وواعياً لكل حركة تتحرك بها، حتى ترصد نقاط الضعف في نفسك ونقاط القوة في نفسك، لأن ذلك هو الذي
يجعلك تتوازن في خط الاستقامة. أما إذا كنت غافلاً عن نفسك فإن نقاط الضعف سوف تتجمع في كل عناصر شخصيتك، وعند ذلك قد تسلمك إلى السقوط، السقوط الروحي والفكري والحركي في الحياة. ثم يقول للناس: لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب. يعني إذا عملت الخير لا تقل أنا عملت واجباتي وأنني عملت الكثير بعد مش ضروري أني أعمل مثل بعض الناس. قل لك أنا مين من مثلي، من مثلي في صلاتي، ومين مثلي بصومي، ومين مثلي في حجي أو في صدقاتي أو ما إلى ذلك. ولا تستقلوا قليل الذنوب، يعني لا تعتبر أني مش عامل شيء. بعض الناس يعمل كثير من الصغائر وكأنه مش عامل شيء. فإن قليل الذنوب يجتمع فيصير كثيرا. كما نلاحظ أنت هلا كل يوم تبيع دكانتك بتسجل 10 ليرات من هون و20 ليرة من هون، لما تجي بآخر الجمع شوف لا صاروا آلاف أو صاروا ملايين. وقد ذكرت لكم سابقا ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان سائرا مع أصحابه في صحراء، فقال لهم: اجمعوا لنا الحطب. معروف الصحراء لا بها شجر، يعني ما فيها شيء بحيث أنه يمكن ينتج الحطب بالغابات يمكن. امتثلوا لأمر رسول الله وذهب كل واحد منهم في جانب، هذا شاف له خشبة، هذا شاف له غصن، باعتبار الرياح تحمل الكثير من الحطب وتحمل الكثير من الخشب وما إلى ذلك. وجاءوا بهذا كله ووضعوه أمام النبي صلى الله عليه وآله وهو كثير، فقال لهم: هكذا تجتمع صغار الذنوب فتكون كثيرة. أنت الآن لما تتطلع بحالك مش عامل شيء، لكن لما تحسب حساب هذا الذنب، يعني هذا الكلام الذي قلته في بيتك، هنا فد غيبة صغيرة، هون فد فتنة صغيرة، هون كذبة صغيرة، هون، وإذا أردت أن تجمعها فتجدها كثيرا. واصدقوا وخافوا الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف. يعني خافوا الله في السر في حساباتكم لما للناس عليكم من حقوق حتى تنصفوا الناس من أنفسكم. وسارعوا إلى طاعة الله واصدقوا الحديث وأداء الأمانة فإن ذلك لكم. ولا تدخلوا فيما لا يحل فإن ذلك عليكم. وقد حدد الإمام ما ينبغي للناس أن يتعلموه. وجدت علم الناس في 4: أولها أن تعرف ربك، لأن معرفة الله في مواقع عظمته وفي مواقع نعمته وقدرته هي التي تجعلك تنفتح على الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه. الثانية أن تعرف ما صنع بك، يعني تعرف ماذا صنع بك في كل هذا الكيان الذي صنعه في كل أجهزة جسمك. الثالثة أن تعرف ماذا أراد منك، ما هي مسؤولياتك التي حملك الله إياها فيما أمر به وفيما نهى عنه. الرابعة أن تعرف ما يخرجك من دينك، لأنك إذا كنت
لا تعرف دينك ولا تعرف ما يخرجك من دينك، فقد يدخل عليك الناس ليخدعوك عن دينك فيتحدثوا فيعلموك ما هو خارج عن الدين بعنوان أنه من الدين. ويقول الإمام سلام الله عليه في وصيته لبعض أولاده: اجتهدوا، كيف نقسم وقتنا؟ اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، يعني 4 أوقات، مش 4 ساعات 60 دقيقة، ساعة لمناجاة الله، للصلاة، للدعاء، ابتهال في ما يتصل بعلاقتك بالله في الجوانب العبادية، وساعة لأمر المعاش تشتغل فيها حتى تحصل عيشك ورزقك. وقد ورد أن العبادة 70 جزءاً أفضلها طلب الحلال، وساعة لمعاشرة الإخوان الثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، يعني تكون أصدقائكم من الثقات الذين يخلصون لكم، ولذلك إذا اطلعوا على عيب فيكم فإنهم ينبهونكم عن هذا العيب، وساعة تخلون فيها للذاتكم بغير محرم. إنسان يحتاج أن يعيش للذاته وشهواته بس المحللة في هذا المجال. وهناك كلام للإمام لبعض أصحابه الذي جاء إلى الإمام يشكو ويقول له: هناك بعض الناس يقولون لي يا زنديق، يمكن باعتبار أنه كانوا يتحدثون عن الشيعة بهذه الطريقة، ومثل بعض الناس الآن الذين يتحدثون عن بعض العلماء وبعض الثقات بكلمات سلبية، قد يتهمون بعضاً بالضلال أو بغير الضلال أو ما إلى ذلك مما يتحرك به الناس الذين لا تقوى لهم من خلال تعقيداتهم الذاتية. قلت: إنهم يقولون لي زنديق. قال لي: وما يضرك به؟ قالوا لك أنت زنديق، أنت عن جد زنديق؟ ادرس. وما يضرك أن تكون في يديك لؤلؤة فيقول الناس إنها عصات؟ أنت عندك لؤلؤة، ويجوا الناس يقول لك: أنت لا، هذه مش لؤلؤة، هذه مزيف، هذه حصات، وأنت لما تروح البائع الجواهر ولا آلة إلها ثمن، تقدر تبيعها وتحصل على ثمنها، شو بهمك؟ يعني لو قالوا لك أن هذه حصات، يعني صارت حصات؟ ما يضرك أن تقول، ما يضرك أن يكون في يدك لؤلؤة فيقول الناس هي حصات؟ وما ينفعك في الجانب الثاني اللي بيمدحوك ويضخموا لك شخصيتك؟ وما ينفعك أن تكون في يدك حصات فيقول الناس إنها لؤلؤة؟ هؤلاء اللي بيزلفوا لك في هالمجال، الحصات ما بتقدر تعمل فيها شيء، وأن كان شكلها شكل لؤلؤة لكن هي حصات في هالمقام. وعلى هذا الأساس كأنه الإمام الذي يقول للإنسان أن عليك أن تدرس الحقيقة فيما تحمله من فكر، وفيما تحمله من خلق، وفيما تمارسه من خير، لا تأخذ ثقتك بنفسك من الناس، أنت ادرس نفسك، وحتى تعرف نفسك
فإذا عرفت نفسك فعليك أن لا تسقط إذا أراد الناس أن يطلقوا عليك صفات السقوط، بل أن تثق بنفسك من خلال معرفتك لنفسك. وهكذا إذا كنت تواجه نقاط ضعف وأراد الناس أن يرفعوك بمدائحهم وتزلفاتهم، فعليك أن لا تثق بنفسك في غير موقع ثقة. وهذا ما قاله الإمام علي عليه السلام: لا يغرنك سواد الناس عن نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونه. وفي ختام كلمات الإمام سلام الله عليه أن الإمام قال لبعض أصحابه وهو الفضل ابن يونس: أبلغ خيرا عندما تريد أن تتحدث مع الناس فليكن حديثك في الخير، وقل خيرا، قل كلمة الخير التي تؤكد موقفك، ولا تكن إمعه. قال: وما الإمعة؟ هذه كلمة غريبة. قال: لا موقف، أن تقول أنا مع الناس وأنا كواحد من الناس. يعني يجي يقول لك في عندنا قضية، في عندنا موقف، شو رأيك أنت؟ قل: والله أنا ما إلي رأي. شو بيقولوا أهل الضيعة؟ أنا مع أهل الضيعة. شو بقول الناس؟ أنا مع الناس. شو بقول الحزب؟ أنا مع الحزب. شو تقول الحركة؟ أنا ما عندي فكر. يعني أن تكون إنسانا لا موقف، بحيث تأخذ موقفك من الآخرين، أو تكون صدى للآخرين. كن الصوت ولا تكن الصدى. معلش، تتفق مع الآخرين على أساس اقتناعك، مش على الأساس أن الآخرين بيقولوا أنا بدي أقول هالشي، لا. قال: وما الإمعة؟ قال: أن تقول أنا مع الناس وأنا كواحد. شو بشوف الناس؟ أنا مع، أنا واحد. إن رسول الله قال، قال النبي ما بيقول هيك، أنا تكون خشبة في التيار أو تكون ورقة في مهب الريح، لتكن لك إرادتك وموقفك واقتناعك ومبدأك، سواء قال الناس أو لم يقل الناس في هذا المجال. ادرس كل موقف، ادرسه من خلال كل عناصر الحق فيه، فإذا اقتنعت به فقل كلمتك بكل قوة. إن رسول الله قال: إنما هما نجدان، نجد طريق، وهديناه النجدين. يعني قال له في طريقين بالحياة، النبي يقول: إنما هما نجدان، نجد خير ونجد شر، فلا يكن نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. حاول أن تكون في طريق الخير، سيرك في طريق الخير لا في طريق الشر. أيها الأحبة، هذه كلمات النور التي انطلقت من خلال الإمام الكاظم عليه السلام، وعلينا أن نستضيء بهذا النور، وأن ننفتح عليه، وأن نعمل به، لننطلق في خط رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي هو رضا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أطلقه رسول الله: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. والسلام على الإمام الكاظم سلام الله عليه، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.